عشان يشتغل صحفي. وقفة النهارده هي تضامن مع الشعب الفلسطيني، هو دعوة للصحفيين، احنا كأعضاء مجلس النقابة متضامنين معاهم فيها، هي تضامن ضد الانتهاكات اللي بتعرض لها الفلسطينيين، ضد القتل وجرائم العصابات الصهيونية وضد جرائم الكيان الصهيوني ضد ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام. مطالبنا مش كتير، مطالبنا مش كتير، قفل السفارة وطرد سفير، قفل السفارة وطرد سفير، ومطالبنا مش كتير، مطالبنا مش كتير، قفل السفارة وطرد سفير، قفل السفارة وطرد سفير. لو قطعوا ايديا صامت، ايدي ورجليا صامت، لو شالوا عيوني صامت، صهيوني صامت، وفي كل مكان صامت، ضد أمريكان صامت. سامع أم شهيد بتنادي، سامع أم شهيد بتنادي، الصهاينة حرق أولادي، الصهاينة حرق أولادي، قفل السفارة وطرد سفير، قفل السفارة وطرد سفير، قفل السفارة وطرد سفير. هدف وقفتنا اليوم حرق أكبر علم، وهذا أمام حرق كل طفل عربي، ليس عليه فقط الطفل الفلسطيني الذي احترق في الضفة الغربية وأحرق قلوب الشعب الفلسطيني، لكن ضد كل، نرفض حرق كل طفل عربي في الوطن العربي، سواء في العراق أو سوريا أو اليمن. نجم من النص على جنب بس عشان ما حدش يتعور. روح يا أستاذ، أنت أستاذ، بص روح من يا صهيوني صبرك صبرك، محدش يرفع مسا يا عم. بكرا نولع تل أبيب، بكرا نولع تل أبيب، بكرا نولع إسرائيل. بس خلاص الحرب، بكرا نولع إسرائيل. محمد محمد.